أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة من مطبخ منال العالم والروابي. وصفتنا اليوم حتبقى كتير لذيذة وبنقدر نجهزها كطبق رئيسي في وقت قصير جدا. حنبتدي أعزائي بتسخين قليل من الزيت ونشوف خطوتنا الأولى. حبتدي أجمع كل تشكيلة البهارات اللي في الوصفة. طبعاً البهارات هذه أنا بقترحها، ولكن ممكن إذا حبيتوا تغيروا فيها، إذا بتحبوا الأكل بيحرق أكتر بتقدروا تغيروا فيها شوي. ونضيف الملح، وحضيف الفلفل الأسود. بحب دايماً أطحن الفلفل الأسود فريش. هالمكونات حقلبها مع بعض، وحبتدي أرش كمية بسيطة منها على الروبيان. عم بستعمل روبيان جامبو كبير، ممكن تستعملوا الحجم المتوسط أو إذا حبيتوا تستعملوا المقاس الصغير مش مشكلة، المتوفر عندكم. الزيت عندي أصبح سخن وجاهز، حبتدي أضيف حبات الروبيان. حقلب حبات الروبيان لبضع دقائق لمجرد يتغير عندي لونها. أعزائي حبات الروبيان هلأ تغير عندي لونها، بشيلها وأحطها في طبق آخر. وفي نفس الزيت اللي عندي حبتدي أضيف الثوم، الزنجبيل، البصل، حضيف الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر. وحضيف بقية مكونات البهارات اللي أنا جهزتها. هالمكونات مع بعض حقلبها لغاية ما تكتسب عندي ريحة شهية. حبتدي أرش الطحين. وأقلب. حضيف الطماطم، معجون الطماطم، حضيف زبادي الروابي، وحضيف كوب من حليب الروابي. حقلبها
حقلب هالمكونات مع بعضها. وحرجع أعزائي أضيف حبات الروبيان للخليط واسيبه لبضع دقائق لغاية ما يتسبك ويكون عندي جاهز للتقديم.